أهلا بكم. اهتزت جزيرة فورمنثيرا الإسبانية على خبر حادث وحشي أبطاله 3 مهاجرين مغاربة بعدما تورطوا في جريمة جنسية مصحوبا باعتداء جنسي جسدي شنيع. وحسب مصادر محلية فإن فصول القصة بدأت عندما تعرفت فتاة تبلغ من العمر 18 سنة على المتهمين الثلاثة في إطار علاقة صداقة عادية كانت تجمعهم، لكن في إحدى جلساتهم داخل منزل أحدهم وبعد تماديهم في تعاطي الكوكايين انتابت الشبان حالة من الهيجان فعمدوا إلى اغتصاب رفيقتهم بالتناوب، ولم يكتفوا بذلك بل أيضا قاموا بإطفاء السجائر في أماكن متفرقة من جسدها. ومباشرة بعد تحرير الضحية لشكاية في الموضوع استطاع الأمن الإسباني توقيف شابين اثنين، فيما لا يزال الثالث في حالة فرار إذ يرجح حسب ما يروج أن يكون قد تمكن من العودة إلى المغرب قبل صدور مذكرة بحث في حقه. هذا وقد خلف الحادث نظرا لبشاعته ووحشيته صدمة كبيرة واستنكارا في صفوف الجزيرة، مما دفع رئيس بلديتها إلى إصدار بلاغ يندد فيه بما وقع. المشاهدين قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.